كيف تطبخ الرز بطريقة صحية وزاكية ومن دون ما يخبص. هنعمل اليوم كاستين رز، وبتقدر تغير بالمقادير حسب احتياجك. أول إشي لازم تشطف الرز من 4 لـ5 مرات عبل ما مية الرز تصير شبه صافية. بعدين بتصفي الرز بالمصفاي. 2. حط الطنجرة على نار عالية، وبدنا نضيف معلقة زيت زيتون لكل كاسة رز. كاستين رز يعني معلقتين. 3. ضيف الرز على الطنجرة وبلش حرك لمدة 3 دقائق، وخلال هذا الوقت بدنا نسخن 3 كاسات مي. كل كاسة رز بدها 1.5 كاسة مي. 4. بتضيف المي الساخنة على الطنجرة وبتخلي النار عالية وبتحرك لكمان 3 دقائق، وخلال هذا الوقت بتضيف ملح حسب الرغبة. 5. بعد 3 دقائق بتوطي النار على الآخر وبتسكر الطنجرة وبتسيب الرز ينطبخ لمدة 20 دقيقة. 6. بتطفي النار وبتخلي الطنجرة مسكرة لكمان 20 دقيقة. طول بالك، لسه الرز عم بينطبخ. وهيك الرز صار جاهز. ملاحظة مهمة، الرز ما بتاكل لحاله، دائما كل الرز مع مصدر بروتين.